بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب مستوى الرابع كلينيكال. النهاردة هنتكلم مع بعض في مقرر ريادة الأعمال، ودي هتكون المحاضرة الأولى والتانية باختصار. بنتكلم فيهم عن إيه هي ريادة الأعمال. يمكن لما بنيجي في حتة مانجمنت للبزنس او نتكلم على اداره الصيدله، او بالنسبه لنا احنا كليه صيدله، من ضمن الاهداف اللي احنا طورناها خلال الفتره اللي فاتت في المقررات ان احنا دخلنا مقرر رياده الاعمال في اللائحه الداخليه لكليه الصيدله. طيب ايه اهميه رياده الاعمال؟ يمكن المحاضره الاولى والثانيه هنبتدي نوضح مع بعض يعني ايه ريادة الأعمال، ويعني ايه رائد أعمال، والهدف منها، وايه المكتسبات بتاعتها على اللونج ران بالنسبة للدولة من خلال خطة التنمية المستدامة لمصر 2030. ودي حاجة احنا بنهدف ليها جميعا خلال الفترة اللي جاية، ان احنا نخلق فرص عمل جديدة على مستوى الدولة. دي مش بتبقى مشروع قائم بحد ذاته أو حاجة بالفعل معمولة، لا، ريادة الأعمال هي إن أنا تكون في عندي أفكار جديدة بناء على متطلبات السوق أو متطلبات البيئة المحيطة بي. وهنشوف أمثلة لده خلال الكام دقيقة الجايين دول. فمبدئيا ريادة الأعمال هي بنقول التعريف بتاعها، احنا هنتكلم هنا على تعريف ريادة الأعمال، تطور ريادة الأعمال، العوامل الداعمة لريادة الأعمال، الفوائد بتاعتها، وإيه السلبيات اللي ممكن تبقى موجودة في ريادة الأعمال. فبالتالي هنشوف مع بعض سريعا ايه هي ريادة الاعمال. طيب في توجه كبير طبعا نحو ريادة الاعمال في العالم كله، ويمكن احنا بنشوف في تايلاند حوالي 20% من الاقتصاد دلوقتي قائم على ريادة الاعمال، في الهند 18%، في امريكا 10%. يمكن الاتجاه بعد كوفيد 19 انه اتجاه دلوقتي في ريادة الاعمال على الاونلاين بزنس، اصبحت في دلوقتي مشاريع كبيره جدا وابلكيشنز على الاونلاين بزنس. ولا اخفيكم قولا، دلوقتي في كمان تجاره المعلومات، بمعنى ان انا ازاي اوفر لك معلومه، والمعلومه دي كمان بتبقى بفلوس، ودي ليها قصص كبيره جدا جدا جدا، يعني مش مجال عشان ضيق الوقت والامتحانات نقول التفاصيل بتاعتها فيما بعد. بس هي نفس فكره مثلا ان الفيسبوك دلوقتي لما بنتكلم عليه بنتكلم على ان هو بيعمل تجاره من خلال ان هو بيدي داتا للشركات عن المستخدمين بتوعه، بمعنى ان حضرتك او حضرتك لما بتدوسي مثلا لايك او كومنت على ستور معين بتاع لبس مثلا، خلاص بتشوفي حاجه معينه، او انت بتشوف حاجه معينه او موبايل معين في المكان ده، بنفاجئ ان بعد ما بندوس اللايك دي او بنكتب الكومنت ده بنلاقي كل البيج والصفحات والمواقع اللي ليها علاقه بالمنتج ده، كل اللبس المتعلق بالقصه دي، كل الموبايلات، كل ابتدت تظهر لي الصفحات بتاعته وما يتعلق بيه، وكمان في المقترحات للبراوزنج بتاعي الاقيها ظهرت. طب دي بتظهر منين؟ برضو لان الفيسبوك بيدي من ضمن الصلاحيات ان هو بيدي للشركات دي، بيقول له في عندي كاستمر ده بيدوس على ان هو حابب مثلا يشتري التكييف الفلاني، او بص على تكييف، او بص على اساس، او بص على لبس، او بص على، فبالتالي بيبقى تارجت بالنسبه لهم في السبونسرد ادفرتايزنج او في الاعلانات المموله بالنسبه للناس. ده كله بزنس، بزنس المعلومات حاليا دلوقتي اصبح من الحاجات القويه جدا خلال الفتره اللي فاتت. عشان نلخص قصه رياده الاعمال بنلخصها بقصه شهيره جدا لوزري شانتيل. دي كان
راحت عشان تشتغل في مهنة كلوير كمهنة المحاماة في لندن، وأثناء العمل بتاعها اللي هو بتشتغل في تقديم الطعام كويتر، ولاحظت إن في الجامعة اللي هي بتدرس فيها الـ MBA أو الماستر أوف بزنس أدمنستريشن جامعة لندن، ما كانش في كوفي شوب في الجامعة، فهي بناء على ده هي دي ريادة الأعمال بقى. خلاص لقيت فيه فرصة إن هي تعمل كوفي شوب في داخل الجامعة، ويبقى من خلالها بتقدم قهوة وطعام، لاحظوا إن هو غير عضوي. يعني هنا الفكرة إن هي بتقدم حاجة كمان صحية، فدي عشان تسوق للمشروع بتاعها. وابتدت بقى قصة النجاح الكبيرة بتاعتها بتاعت لودسكي شانتيل من خلال ده. يبقى إذا ريادة الأعمال هي عبارة إيه؟ أنا بشوف البيئة المحيطة اللي عليا حواليا، الاحتياج لإيه؟ تمام؟ بعد ما أشوف الاحتياج لإيه ببتدي أعمل المشروع بتاعي أو الفكرة بتاعتي، ونبتدي نطور فيها لغاية لما نوصل لمشروع متكامل from A to Z. طيب إذا تعريف ريادة الأعمال من خلال ده هو إنشاء مشروع جديد، لاحظوا ده جديد، تمام؟ ما يبقاش يعني كوبي وبيست من مشاريع أخرى، ده هو ريادة الأعمال، يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة. يبقى إذا في كرياتيفيتي وفي ريسك، ده ريادة الأعمال، ولكن الريسك بيبقى محسوب، وده هنشوفه مع بعض. بمعنى هوضح لكم حاجة، فلنفترض إن حد فيكم، أنتوا لسه هو لسه مثلا في الكلية وشايف إن في فكرة عايز يعملها كمشروع. طيب هتاخدوا الفكرة دي وخلاص كده ونطبقها ونصرف فيها فلوس وممكن تنجح وممكن تفشل؟ لا، في عندنا حاجة اسمها حاضنات الأعمال، الانكيوبيتورز، حاضنات الأعمال. دلوقتي واحنا عندنا حاليا دلوقتي مثلا في الجامعة 3 حاضنات للأعمال. بتعمل ايه؟ بتاخدك او بتاخد حضرتك للتدريب على مفهوم ريادة الاعمال، ايه هي المشاريع، المشاريع الصغيره احنا بنعمل فيها ايه، بناخد سلسله القيمه، بناخد دراسه الجدوى، بناخد الدعايه، التسويق، كل الكلام ده بناخده، بحيث ان احنا بنوضح المشروع بتاعنا ممكن يوصل لفين، وبناء عليه الحاضنات دي بتساعد رائد الأعمال في اتخاذ قرارات صحيحة حتى في إنشاء الشركة الخاصة بتاعته. فبالتالي أصبح الريسك غير زمان. زمان لما كان حد يعمل مشروع ومش عارف ايه، مفيش حد يساعده في القصة دي، لكن اليومين دول لا، احنا عندنا كذا حاضنة أعمال، عندنا مسار، في عندنا الحاضنة انطلاق الخاصة ب أكاديمية البحث العلمي، في كرياتيفيا، في كذا حاضنة أعمال في الجامعة. فبالتالي إحنا بنهدف من خلال ريادة الأعمال إن النجاح بتاعها يؤدي إلى نجاح في الاقتصاد وتقليل البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين الدخل لدى الكثير من العاملين في هذا المجال. طيب نجاح ريادة الأعمال بيتحقق من خلال أشخاص اللي هم رواد الأعمال، لكن نجاحنا برضه مش بس انا بيكون عندي رائد اعمال عنده فكره قويه، لا، رائد الاعمال اللي عنده فكره قويه ده بيبقى معاه تيم ومعاه ناس بتشتغل، وبيوفر فرص عمل كمان لاصدقاء ليه، لناس معاه، لناس في المحيطين، في البيئه المحيطه بتاعته. يعني بتكلم على مشروع جديد مثلا في سوهاج، انا عندي فكره، او حد فيكم عنده فكره، عمل الفكره لكن بيشغل ناس معاه، الناس اللي بتشتغل معاه دي بيتحسن برضه الدخل بتاعها، بيعود ده على الاقتصاد العام للمحافظة ككل أو على الدولة بنتائج مبهرة. نجاح العمل الحر بيحتاج لمهارة، فبالتالي احنا المهارات دي برضو بنزودها مع رائد الأعمال. يعني دي بداية خطوة، المقرر ده حطوه في دماغكم، لأن ده بداية إن ممكن حد يعمل كارير شيفت أصلا من الصيدلة ويشتغل في حاجة تاني. وفي أمثلة كتير للقصة دي. مشاريع الأعمال من أهم مركزات النمو الاقتصادي، ودي حاجة يمكن وضحتها في القصة في القصة. طيب مثال تاني، مارك زوكربيرج ده
25 سنة سموه القائد الشاب، وهو اللي عامل قصة الفيسبوك. واحنا شايفين طبعا في الفيسبوك دلوقتي الحرب اللي حصلانا، وان احنا ازاي الفيسبوك بنحاربه، وازاي ان احنا بنحاول ان احنا نقلل من الريتنج بتاع الفيسبوك والصفحات وما الى ذلك. لكن هو كفكرة مارك زوكربيرج كان عامل فكرة قوية جدا. تمام، فيسبوك لما اشترى الواتساب وعمل دمج ما بين الواتساب والفيسبوك، عمل فكرة قوية جدا. ابتدى بإيه؟ ابتدى بأوضة في بدروم بفكرة أي يعني زمان في 2008 أو في قبل 2008، هو ابتدى في التسعينات. كانت فكرة مجنونة، يعني ايه تعمل موقع والناس تتواصل عليه، ويعني ايه كل الناس كانت بتضحك عليه. فهي دي اللي بنقول عليها ريادة الأعمال، اللي هي بنقول عليه كرياتيفيتي، حاجة مبدعة وفيها ريسك، فيها خطر والناس بتضحك عليك، لكن في الآخر نجح. وفي 2008 تم تغيير موقع ب 15 بليون دولار. وعام 2009 أعضاء الفيسبوك كانوا 227 مليون شخص حول العالم. ايه اللي خلى الراجل ده ينجح كرائد اعمال؟ يا ريت دي تفكروا فيها، واكيد الاجابه معاكم بعد ان احنا سردنا. يبقى خلاص احنا اتفقنا، رياده الاعمال مشروع جديد اتسم بالابداع والمخاطره. السؤال، هل قريتوا عن رياده الاعمال؟ اتمنى انكم انتوا تقروا الكتاب اللي معاكم، قوي جدا في كل التفاصيل الخاصه برياده الاعمال from A to Z، وكبداية بمطلوبها منكم في القصة دي. ويمكن خلال السنة الجاية إن شاء الله، في ظل إن شاء الله ممكن الكورونا تكون الحدة بتاعتها خفت شوية، هنعمل مع بعض برضو نماذج لبعض المشاريع اللي احنا هنبتدي فيها من خلال بداية من السنة دي إن شاء الله. عامل تطور مجرد الأعمال الثقافة والقيم الاجتماعية إمكانيات البيئة وخلق الفرصة. دي باختصار يعني ايه؟ يعني البيئه اللي حواليا شكلها ايه؟ والثقافات اللي حواليا بقى. يعني لما اجيش في قريه سوري ما اجيش في قريه مثلا واقول ان انا هعمل مشروع اونلاين، خلاص في القرى يعني مشروع اونلاين ممكن يبقى مش في المدينه او في مركز، لا سهل الاونلاين وان انا يوصل وكده. في بعض القرى برضه ممكن، لكن في بعض القرى فكره الاونلاين ويبقى الانترنت غير متاح وكده، فدي تبقى فكره مجنونه. لكن قرية وفيها انترنت والثقافة عالية والناس بتتعامل مع التكنولوجي، لا ينفع مش مشاكل. خلق الفرصة، هي خلق الفرصة دي ان احنا نبتدي نخلق فرص من خلال افكار وابداع. ويمكن من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في ريادة الاعمال بنعلمها لكم في الحاضنات، اول حاجة اسمها الايديشن. ايديشن يعني ايه؟ يعني الفكرة، ازاي اخلق فكرة جديدة من خلال النيدز او الاحتياجات بتاعت المجتمع اللي حواليا. طبعا الاسره والمجتمع ليهم دور مهم جدا في القصه دي، علشان يبتدوا يظبطوا لي حاجات في الثقافه الشخصيه، بمعنى تشجيع الاسره ليا. اخر حاجه هتكلم فيها في الجزء الاولاني او المحاضرتين دول، عوامل التطور ونمو ريادة الاعمال اللي هي خلق الفرص، بتعتمد على ثلاث حاجات. شخصيه الشخص اللي هيبقى رائد اعمال، ده ليه مواصفات خاصه، اللي هو الناس اللي بتبقى عندها افكار جديده وعندها استعداد ان هي تطور من نفسها وما الى ذلك. يعني مش كل الناس ممكن تبقى ليها في رياده الاعمال، ولكنها صفات برضو مكتسبه من خلال حاضنات الاعمال اللي كلمت حضراتكم عليها. الحاجة التانية الفرصة. الفرصة بمعنى ايه؟ انا المكان بتاعي ممكن يختلف عن مكان اخر، كل مكان وليه الفرص بتاعته، الاوبورتونيتيز الخاصة بيه. الموارد يمكن اقل حاجة دلوقتي احنا بنقلق منيها. ليه؟ لان في دلوقتي دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وفي بادجتس كتيرة في القصة دي، لكن ما ينقصنا هي الفكرة وتكامل الفكرة والتيم اللي هيشتغل على فكرة ريادة الأعمال. ده كده
يعني اجمالا رياده الاعمال. لكن قصه اخيره، كان في احد الاشخاص كان عامل مع والده برضه في مجال المقاولات، لكن لقى ان في فرصه في مشروع ان هو يعمل محل للزهور، وابتدى من خلال ده ان هو يبتدي يشتغل في نشاطه اللي احنا بنشوفه دلوقتي، محلات الزهور واللي هي الزينه بتاعت حتى عربيات الافراح وما الى ذلك. في ناس بتشتغل دلوقتي في الاكسسوارات الخاصه في العربيات. زمان لما الموبايل طلع كان لسه جديد، كان الناس لسه يا دوب فاتحه محلات الاكسسوارات والقطع الغيار الخاصه بيها. كل دي افكار احنا بنتكلم عليها وبنشوفها مع بعض. فوائد رياده الاعمال هي الاستقلاليه، طبعا الانسان بيبقى مستقل، التميز عن الاخرين، تحقيق الطموح، ارباح طبعا وفلوس، سوشيال انتربرينورشيب او خدمه المجتمع، وخلق فرص العمل اللي احنا اتكلمنا عليها. اخر حاجه هنتكلم عليها سلبيات رياده الاعمال، عدم استقرار الدخل. يعني انا ممكن المشروع بتاعي لو ما حصلش فيه تطوير او انا كنتش دارس كويس، ممكن شويه مكسب وممكن شويه توقف وممكن شويه خساره. بيحتاج ساعات عمل طويله طبعا، يعني بشتغل على المشروع بتاعي 100% مخاطره، مستوى معيشه اقل لو انا المشروع بتاعي ما كانش بالقوه المطلوبه. ضغوط العمل لاني ما فيش حاجه ثابته، وكمان السوق بيبقى له متطلبات مختلفه، المسؤوليه الكامله بتبقى على الشخص رائد الاعمال. الاحباط ممكن يحصل من لما هنلاقي قصص النجاح بتاعت الناس رواد الاعمال مش بتنجح من اول مره، ممكن ينجح بعد تاني مره او تالت مره او رابع مره. لكن الخاصيه القويه جدا في اي حد عايز ينجح في حياته وينجح نجاح باهر ان هو بيتعرض للفشل مرات عديده ولكنه لا يتوقف عن العمل. بشكركم جدا، ونلتقي مع بعض في المحاضره الثالثه والرابعه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.